أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9099. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أيها الإخوة في الله، يدور الزمان دورته وتسير الأيام وتنسلخ الشهور وتمر الأعوام، والإنسان لا يدري ما الله عز وجل قاض فيه. يوم يذهب فلا يعود، ويوم يقبل فينبغي أن يغتنم، والعمر فرصة من الفرص التي إذا ضاعت لا تعوض. ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإذا غربت شمسي فلن أعود إلى يوم القيامة. اليوم يوافق 23 من شهر شعبان سنة 1410. انسلخ ومشى ولن يعود، سيعود يوم آخر من الأسبوع القادم اسمه 30 أو 1، وسيعود يوم آخر من الشهر القادم من رمضان اسمه 23، لكن ما هو 8 من 9، وسيعود يوم آخر اسمه 23 8، لكن سنة 1411. أما اليوم فقد مضى، وقد سجلت عليك فيه الحسنات، ودونت عليك فيه السيئات، ورفعت صناديق وخزائن هذا اليوم، وتفتح يوم القيامة ليجد الإنسان ما عمل. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك شهيد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة، فبادر بإحسان وأنت حميد. ولا تبق فعل الصالحات إلى غد، فرب غد يأتي وأنت فقيد. بعد أيام يحل علينا موسم عظيم، وضيف كريم، وشهر جليل يتيح الله لنا الفرصة فيه مرة أخرى. كم من أقوام صاموا معنا رمضان العام الماضي، وحالت بينهم وبين رمضان المنايا، ماتوا وما كانوا يتصورون أنهم سيموتوا. ونحن ما ندري سنبلغ رمضان أم أننا لن نبلغه. وكان من الدعاء المأثور: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والناظم يقول: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، ها قد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتلُ الكتاب وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام من سلف، من بين أهل وإخوان وخلان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها، فأصبحت في غد أثواب أكفان. حتى متى يعمر الإنسان مسكنه؟ إلى متى وهو في مسكنه؟ هل يتصور الخلود؟ مصير مسكنه قبر لإنسان. هذا الشهر العظيم من أعظم نعم الله أن يبلغك الله رمضان، يعني فضل كبير أن يمد الله في أجلك.
وأن يطول في عمرك إلى أن تدرك رمضان، من أجل تزداد فيه خيرا وتزداد فيه عملا صالحا وقربا. وإن فاجأك الموت في رمضان فما أعظم الميتة في رمضان. شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتغل فيه المردة. والحديث في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في البخاري ومسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت المردة والشياطين. يقول العلماء: كيف تغلق أبواب النيران وكيف تفتح أبواب الجنة؟ قالوا: تفتح أبواب الجنان على مصاريعها لكثرة العمل الصالح، يتسابق الناس لكثرة الداخلين لكثرة الواردين على الله. وتغلق أبواب النار، ما عاد حد يعمل معصية، كل مسلم وكل مؤمن يتوب فما عاد يدخل منها أحد. وقد يبقى ممن لا خير فيه من الكفرة، فهؤلاء أبوابهم مفتوحة باستمرار. لكن المعني بالأبواب التي تغلق الأبواب التي كان يدخل منها العصاة، وكان يمكن أن يلج النار منها المجرمون من هذه الأمة، ولكن برمضان تغلق لأنهم يتوبون ويرجعون، وتصفد مردة الشياطين. ولذا ترى الناس كيف تصلح أعمالهم وتلين قلوبهم وترق أفئدتهم، ويألفون المساجد ويقرؤون القرآن ويحبون الإنفاق والإحسان بأسباب سجن الشياطين. أما الذي لا يزال شره حتى في رمضان فهذا شره من عنده من غير تأثير من الشياطين، يعني إن الشيطان بدون حاجة إلى شيطان من الإنس من الجن، هو نفسه شيطان والعياذ بالله، لا تأثير للجن عليه، لأنه صفدت الزبانية وهو عيا والعياذ بالله، ألا أن نسير في الطريق الخطأ والعياذ بالله. والصيام من أزكى العبادات ومن أعظم القربات ومن أجل الطاعات، وهو ركن من أركان الدين ومبنى من مبانيه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: بني الإسلام على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فهو ركن وهو فريضة أوجبه الله وفرضه. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض وأوجب وألزمتم به. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأي فضل أعظم من أن يفرض الله هذا الشهر العظيم على هذه الأمة كما فرضه على سائر الأمم. فما من أمة وما من نبي وما من كتاب نزل إلا وشرع الله لتلك الأمم كما شرع لهذه الأمة أمر الصيام، لما قال عز وجل: لعلكم تتقون. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل هذا الموسم بمنزلة الدورة التدريبية التي يعقدها الله لأهل الإيمان في كل عام شهرا، من أجل التدرب والتمرن على مواصلة العمل الصالح. فيتدرب المسلم على العبادات، نهاره صيام وليله تراويح وقيام، وبعدين يغض بصره عن الحرام ويكف سمعه عن الحرام ويصون بطنه وفرجه عن الحرام، فيتدرب خلال العام على أعمال خلال الشهر على أعمال الطاعات، فيخرج من رمضان وقد غفر الله له ذنبه. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضاً في الصحيحين: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من هذا؟ إيماناً يعني تصديقاً،
واحتساباً يعني طلباً للثواب والأجر من الله. وبعدين الإيمان والاحتساب يتولد عنه الرضا والرغبة فيما عند الله. أما الذي يصوم رمضان وهو تعبان كسلان قد هو في هم رمضان، بعض الناس قد هو يهم يقول بعد مثل ذا اليوم الله كيف حالتي ذاك اليوم، وش حالتك؟ قال بيجي الظهر ما معنى غدا، الله أكبر عليك، عبد بطنك أنت ما شبعت من الغدا هذا. لا إله إلا الله. يجب أن تفرح يا أخي، إذا عطلت بطنك عن الطعام فقد أطلقت روحك في ميادين الطاعة والعمل الصالح. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وأيضا رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، لما ورد في الحديث الصحيح في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر ذنوب ما تكفرها الصلاة ولا تكفرها الجمعة ولا تكفرها الصيام ولا تكفرها العمرة ولا يكفرها الحج، ما يكفرها إلا الإقلاع والتوبة أو النار، ما في لأحد الثنتين ذي. أما الذنوب الصغائر التي يلم بها العبد إلماماً عارضاً من غير قصد ولا إصرار فإن الصلوات الخمس تنظفها. ما هي الذنوب الصغائر التي يلم بها العبد؟ كلمة أخطأت فيها، نظرة عابرة ما تعمدتها ولكن ضعفت أمامها، نغمة مرت عليك وما قدرت في ذيك اللحظات، أو استحيت أو جبنت أو ما يعني غفلة لحظة من اللحظات وقعت منك معصية، هذه صغائر، هذه الصغائر تتوب إلى الله منها وأيضا تكفرها بالصلوات الخمس. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما الكبائر، كبائر الذنوب، فإن الله عز وجل لا يغفرها إلا بالإقلاع والتوبة والندم والعزم على عدم العودة، فمن لم يتب منها فأولئك هم الظالمون. يقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ويقول عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكل عمل في الإسلام له ثواب محدد، كل عمل محدد ثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء إلا الصوم. أما الصوم فإن ثوابه غير محدد، ثوابه مطلق لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. ورد في الصحيحين يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. اللهم إنا نسألك من فضلك. قال العلماء: لما كان العمل لك إلا الصوم لله؟ قالوا: إن الأعمال كلها ظاهرة إلا الصوم، فهو عمل لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله، إذ بإمكان أي واحد أن يزعم أنه صائم أمام البشر، ولكن إذا خلى بنفسه أفطر، ومن معك في كل لحظة؟ ومن يراقبك في كل حركة؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فكل عين تستطيع أن تغيب عينها عنها إلا عين الله، وكل نظر تستطيع أن تتوارى عنه إلا نظر الله، وكل رقابة تستطيع أن تتحايل عليها إلا مراقبة الله. ولهذا يقال إن رجلاً جاء إلى شقيق البلخي وقال له: يا شيخ، إن قلبي قاس وإني أقبل على المعاصي وما أقبل على الطاعات، فعظني موعظة لا يعظني فيها أحد بعدك. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله وعزمت على المعصية فاخرج من أرض الله، اذهب إلى أرض ليست لله حتى تعصيه في غير أرضه،
أما تعصيه وأنت في أرضه عيب عليك. فقال الرجل: وأي أرض إلا لله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال له: أما تستحي من مولاك تجلس في أرضه وتعصيه؟ لو أن واحد أعطاك بيت له وسلمك الصك والمفاتيح وقال: هذا البيت أسكنه لكن شوف المكان الفلاني لا تروح به، هل تعصيه؟ قال: لا. قال: استح من الله. قال: هذه الأولى. قال: إذا أردت أن تعصي الله وأنت تسكن في أرض الله فلا تأكل من رزق الله، على الأقل كل من رزق واحد ثاني. قال: وأين الرزق إلا من الله؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل شيء في الأرض رزقه على الله، لا تقول الرزق علي، لا مسكين من أنت، والله لو وكلك الله إلى نفسك لحظة واحدة لمت. لكن الأرزاق، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. قال: أما تستحي من الله تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه؟ قال: هذه الثانية. قال الثالثة: إذا أردت أن تعصي الله وأنت تسكن في أرضه وتأكل من رزقه فاذهب إلى مكان لا يراك فيه. قال: وأين أذهب؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: أما تستحي تعصيه وهو يراك وتأكل من رزقه وتسكن في أرضه؟ قال: هذه الثالثة. قال الرابعة: إذا أردت أن تعصيه وأنت تسكن في أرضه وتأكل من رزقه وأيضا تعلم أنه يراك، فاعلم أنه سيرسل لك طلب عند الموت من أجل يحاسبك على عملك هذا. فإذا جاءك الطالب فارفض، عي لا تروح معه. قال: وهل يطيعني؟ الموت ما منه مانع أبدا، ما يستطيع أن يمتنع من الموت أحد، ولو أن في إمكان أحد أن يمتنع كان قد امتنعوا الأكبرين والأقوياء والملوك والعظماء وعاد وثمود وكل الأمم السالفة، لكن ما في واحد امتنع. إنك ميت وإنهم ميتون. قال: فكيف تعصيه وانت عارف أنك بتقدم عليه؟ قال: هذه الرابعة. هات. قال الخامسة: سيؤمر بك إذا حاسبك، سيؤمر بك ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقودونك إلى النار، فإذا قادوك إلى النار فارفض لا تروح معهم. قال: ومن يطيعني في ذلك؟ قال: ما دمت تعلم أن ما أحد يمنعك من الله فعليك أن تتوب إلى الله. قال: كفى كفى خلاص لا تزيد. فتاب الرجل ورجع إلى الله. فالصوم لله، لأنه لا يطلع على هذا الأمر إلا الله. كنت قبل أيام في منطقة تهامة، في وبالتحديد في المعهد العلمي بالشعبين، وبعد المحاضرة خرجت وودعت الإخوة، والتقى بي شاب من شباب المنطقة وطلب مني الإجابة له على سؤال على انفراد، وقال لي: أنا تائب منذ 9 أشهر، وأنا مرت علي رمضانات منذ أن بلغت سن التكليف إلى هذا الوقت 7 رمضانات، يقول: والله ما صمت فيها لله يوما واحدا، وأول رمضان أصومه هذا الرمضان اللي بيدخل، ووجهه يشع كالضوء، يعني فيه إن شاء الله علامات التوبة والإيمان والنور واضحة. قلت له: أين تعيش؟ فين كنت تعيش؟ قال: في هذا البلد. قلت: والناس؟ قال: ما يدرون الناس. يقول: أهلي ما يدرون أني ما أصوم، أقول أني صايم لكني أفطر إذا رحت. قلت له: والصلاة؟ قال: وكذلك الصلاة، ما كنت أصلي. قلت: فماذا كنت تصنع؟ قال: والله ما أظن أن الله سجل لي في ديواني حسنة واحدة، وإنما ما من شر إلا سرت فيه وما من معصية إلا ارتكبتها. قلت له: والآن؟ قال: والآن تائب. قلت: فإذا كلفناك بصيام 7 رمضانات؟ قال: مستعد، والله لو هي 70 رمضان لصومها. شوفوا كيف الإيمان يا أخوان، إذا جاء الإيمان خذ الخيرات وخذ البركات. فقلت له: لا يا أخي، إن إسلامك يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، وأنت في الماضي كنت في حكم الكافر لأنك لا تصلي ولا تصوم، وبالتالي أنت في حكم الكافر، والآن بتوبتك وإسلامك نرجو الله أن يتوب عليك وأن يبدل سيئاتك حسنات كما وعد، ولكن
عليك أن تستمر وأن تثبت. قال أما المستقبل فأسأل الله يثبتني عليه. يقول والله ما عرفت الحياة ولا ذقت طعمها في جميع اللذائذ ولا جميع الشهوات التي مارستها في عمري ذاك، ولكن أنا عمري الحقيقي 9 أشهر بس، والعمر ذاك ما هو في ديواني ولا من عمري. قلت له كيف هدايتك؟ إيش السبب؟ علمني. قال كنت نازل من قريتي في سيارتي أريد الذهاب إلى محائل لحضور مباراة. يقول أبغى أحضر مباراة. يقول وما إن دخلت في خط الأزفلت إلا وتبنشر السيارة، ومن حرصي على حضور المباراة ما انتظرت أني أركب الاستبنة. يقول فقفلتها ووقفت أول سيارة لأركب علشان لا يفوتني الشوط الأول. يقول ومشينا وكان صاحب السيارة موفق، يقول شغل شريط. يقول وسمعت هذا الكلام وكأنه يطرق أذني لأول مرة في حياتي. وفعلا يقول ما سمعت ذا الكلام لأني لا أجي مسجد ولا أسمع خطب ولا أجي، يقول ما غير شارد في الجبال ومع الشرور والعياذ بالله. يقول فسمعت هذا الكلام وما إن وصلت محائل إلا وقلبي ينغسل من كل حياتي الأولى وأنا أقرر التوبة والرجعة إلى الله. يقول وأنزل من سيارة هذا الرجل والله ما رحت للمباراة، رجعت في سيارة إلى سيارتي واستقمت من ذلك اليوم حوالي 9 أشهر يقول قبل الحج العام الماضي. يقول وأنا الآن والحمد لله في أحسن حال وأسأل الله أن يثبتني على ذلك. فالشاهد أن الصوم عمل خاص ما يطلع عليه أحد في الأرض إلا الله الذي لا إله إلا هو، ولذا فإن ثوابه من الله الذي لا إله إلا هو. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا يقول الله عز وجل والحديث في الصحيحين. وقد فرض الله الصوم لحكم جليلة ولغايات نبيلة ولأهداف سامية، إذ أن الله عز وجل حكيم في شرعه عظيم في أمره ونهيه، لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، وما من خير إلا أمر الأمة به وعباده به، وما من شر إلا حذر عباده عنه، إذ أنه أرحم بالناس من أمهاتهم بهم، هو الرحيم الغفور الرحيم. شرع الله الصيام لحكم ولأهداف جليلة، وما فيه شيء عبث أبدا. ومن هذه الأهداف العظيمة تربية المسلم على التحرر والانتصار على نفسه، فإن النفس تستولي على الإنسان وتتحكم فيه لدرجة أنه ما يستطيع يترك بعض المحرمات. ليش؟ يقول ما قدرت، نفسي غلبتني، نفسي ما قدرت أبطل الأغاني، ما قدرت أبطل الدخان، ما قدرت أبطل الأفلام، ما قدرت أغض بصري عن الحرام. ليش؟ تعود حتى استعبدته نفسه، بدل أن يكون عبداً لله أصبح عبداً لنفسه. ولهذا جاء في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ففي رمضان تدريب للمسلم أن ينتصر. ولذا تشوفون المسلمين الآن الذين يدخنون، هل تراوده نفسه أن يدخن في نهار رمضان؟ هل في واحد في نهار رمضان تراود نفسه أن يدخن؟ أبداً، ولو يموت بل ما يفكر فيه أصلاً. لكن متى أفطر جته النفس وجاه الشيطان الرجيم ودغدغ أحلامه وجاه بصداع ودوخة علشان يأخذ حبة، بينما قبلها من الإمساك إلى الإفطار ما في. ليش؟ لأنه منتصر راكب فوق فيه ماشية مثل الأبو أربع. النفس هذه يقول العلماء إنها مثل الحصان، إن ركبتها حملتك ووصلتك إلى غرضك، وإن أطعتها ركبت عليك وكنت حماراً لها تقودك إلى النار. نعم، نفسك يجب أنك تدينها، أما إذا أعطيتها هواها ركبت عليك وأهلكتك أيها الإنسان. ففي رمضان من حكمه التي فرضها الله عز وجل من أجلها حكمة تدريب النفس وتعويدها على الانتصار على المألوفات والمحبوبات من الطعام والشراب والنكاح، وفي هذا إعطاء له بأنه ما دام قدر على أن يمنع نفسه من الحلال فإنه من باب أولى أن يمتنع من الحرام، أليس كذلك؟ فإن من يدع الحلال خوفاً من الله لن يقع
في الحرام أيضاً خوفاً وخشيةً من عقوبة الله عز وجل. وبذا يظهر صدق إيمان العبد وكمال عبوديته وخضوعه لأحكام الله عز وجل. إذ من الذي يتصرف فيك ويراقب حركاتك في أشهى شهواتك وفي ألذ مألوفاتك من طعامك وشرابك ونكاحك لزوجتك إلا مراقبتك لله تبارك وتعالى. من الحكم التي من أجلها فرض الله الصوم حكمة التقوى، وهي قوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي فعل طاعة الله وترك معصية الله، هذا هو المتقي. فلما تفعل طاعات رب العالمين التي أمر الله بها وتترك المعاصي التي نهى الله عنها فإنك بهذا تزيد رصيد التقوى فيك. وإذا زاد رصيد التقوى أصبحت في منزلة عظيمة من القرب من الله عز وجل، فيصعب عليك إذا كنت صادق في تقواك أن تنزل عن هذا المستوى، لأن من ثمرة الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. وإذا عمل إنسان حسنة قالت له أخته أختها أختي أختي، وإذا عمل سيئة قالت السيئة الأخرى أختي أختي. والذي يعمل الحسنات ييسره الله للحسنى، والذي يعمل السيئات ييسر للعسرى والعياذ بالله. فمن أحكامها وأهداف الصوم أن الله عز وجل شرعه لهذه الحكمة العظيمة وهي التقوى، ليزداد رصيدك وترتفع درجتك في تقواك وفي مراقبتك لله تبارك وتعالى. من الحكم أن القلب يتفرغ للذكر والعبادة والتفكر والتلاوة يعني الطاعات. ليش؟ لأنه خلى البطن، وخلو البطن يزيد من قدرة الصائم على الانتصار على الشهوات، لأنه إذا امتلأ البطن قويت مجاري الشيطان ودفعه للإنسان إلى الوقوع في المعاصي والآثام. كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإنسان الجائع اللي ما عنده أكل ما يفكر يزني، العاري اللي ما عنده ثوب ما يفكر يروح يسوي كبرياء. متى يسوي الواحد الكبرياء والمعاصي؟ إذا شبع وامتلأ. أما ما كان ضعيف يدور له لقمة عيش مسكين يبغى يشتغل، حتى لو دعي إلى جريمة يقول يا شيخ فكني منها، أنا الحين أبغى أكل، خلني أشتغل، أبغى أملأ بطني ما عندي لقمة. وكذلك الإسلام يربيك بأن تكون جائعا وصائما حتى تنتصر على شهواتك. ولهذا جاء في الحديث، والحديث في الصحيحين أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يعني النفقة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء، وما أعظم من الزواج للشاب، ما في أعظم من الزواج للشاب المؤمن طبعا. أما الفاجر الخبيث الذي لا يبالي بالحرام والحلال هذا ما يجد في الزواج متعته. ليش؟ لأنه قذر نجس، لا يريد طعاما طاهرا طيبا، وإنما يريد طعام ملوث، ما يرتاح إلا إلى مع الأيدي القذرة التي تمتد إلى الطعام الخبيث والعياذ بالله. فالصوم من حكمه أنه يعلم الصائم كيف يزيد فيه يعني القوة على الانتصار على شهواته. ليش؟ لأنه قد تمرد على المباحات فضلا عن المحرمات. أيضا يعلم الصوم المسلم على الابتعاد عن يعني الأخلاق السيئة، ولهذا جاء في الحديث الصحيحين أيضا: فإن سابه أحد فليقل إني صائم. يعني إذا تعرض بك واحد وتحرش بك واستثارك وضاربك وأنت صائم، فإن المفترض فيك كإنسان صائم أن ترد عليه ردا جميلا وتقول له: إني صائم، ما أستطيع أن أنزل من عليائي، ما أقدر على أن أترك ما أنا فيه من الكرامة فأنزل إلى مستواك وأرد لك وأكيل لك الصاع صاعين أو الكلمة بكلمتين، لا، إني صائم. هذه لمن؟ للمؤمنين حقيقة،
لكن بعض الصائمين في زماننا هذا يغضبون لمجرد خلو معداتهم من الطعام، تثور أخلاقهم وتسوء تصرفاتهم، وتجد طول اليوم زعلان ويتلثم هكذا، وإذا سلم عليه واحد ما رد السلام، وإذا كان موظف وراجع واحد بق فيه ونفر فيه، وإذا كان مدير إدارة قالوا الموظفين لا تقول له شيء، ترى ها واصله. ليش واصله؟ قال صايم، صايم خلاص بطنه فاضي، التانكي ما في شيء، ترى بيوريك شغلك. ولهذا قال خلي المعاملة إلى بعد رمضان، أما رمضان ترى ما في مراجعات، اللي راجع ترى هتجي في وجهه. لا إله إلا الله. يعني إذا كنت صائم وجاءك مراجع واستثارك وتكلم عليك أخرت معاملتي، ما فيكم خير، أنتم مسؤولين مقصرين، أنتم بعد ما تغلق تقول جزاك الله خير أني صائم، وين معاملتك؟ ما أدري عنك، أنا راجع كل مكان ما جبتها، أبشر أجيبها لك، وأقوم وأطلعها وأقول تفضل وأضحك له. ليش؟ صائم. هذه أخلاق الصائمين. أما زعلان عشان أبو بس ما في ما هو موجود، ولا علشان الغداء ما هو موجود، هذه مصيبة. ولهذا تشوفون الآن المضاربات خاصة بالأزواج، تعال بعد الظهر قضي ولا جيت تشوف المخابطة بين الناس كلهم. ليش؟ قالوا صائمين، رمضان كريم، رمضان كريم، ونحن بتضارب علشان رمضان. لا إله إلا الله، الله المستعان. من الحكم أيها الإخوة أن الله عز وجل يري الصائم الغني، يريه نعمة الغنى التي يعيش عليها طوال العام فلا يحس بألم. فإذا جاء رمضان ومنع من الطعام وذاق لذعة الجوع في نهار رمضان، يتذكر أن فيه فقراء يعانون من لذعة الجوع طوال العام، مو بس رمضان، فيقوم يختزل من مصروفاته ويزيد إنفاقه في سبيل الله للمواساة. هذا معنى رمضان. ليس معنى رمضان أن إذا دخل رمضان تزيد من مصاريفك وتعدد أكلاتك وتنصنف وتنوع المأكولات علشان رمضان كريم. لا، رمضان كريم علشان فيه فقراء طول العام يجوعون، وأنت لما صمت ذاك اليوم وجعت وعانيت من ألم الجوع ذكرتهم، فقلت أجل بدل ما نفطر هذه الليلة على 3 أو 4 أو 5 أصناف، نفطر على صنف أو صنفين والباقي نفطر به إخواننا المؤمنين الذين يموتون جوعا، سواء في بلادنا هنا أو في غيرنا من بلاد المسلمين. تتذكر نعمة الله عليك أن كل يوم تتغدى لحم، وكل يوم تتعشى لحم، وكل يوم تأكل أرز، وكل يوم تأكل فواكه، وكل يوم تأكل خضروات وحلويات. ترى هذا ما هو موجود عند كثير من الناس. في بعض البلدان يقول لي بعض الإخوة إنهم والله يدخل عليهم الشهر ويخرج، بل يدخل عليهم 6 أشهر ما يذوقون طعم ولا رائحة اللحم. اللحم هذا يعني يعتبر أسطورة ما يذوق أحد. البر هذا ما هو موجود، الأرز اللي نرميه الآن ما هو موجود عند كثير من الناس. واليوم ما تخلو مائدة رجل منا في جميع بيوت الناس من هذه الأشياء. الفطور يمكن يكون لحم، والغداء لحم، والعشاء لحم، وبعدين ليت لحم فقط، لحم على الرز، ولحم مع اليدام، ولحم مع الكفتة، ولحم مع مقلي، ولحم محمر، ودجاج، وسمك، وأرز مع أنواع، رز مع المحشي، ورز في الصحن هنا، وبعدين فواكه أنواع، برتقال وتفاح وموز، هذه فاكهة طبيعية يعني ما أحد يبغاها هذه، حتى يقولونها لما يقولونها بنا فاكهة غريبة، لا تجيب لنا برتقال ولا تجيب لنا تفاح ولا موز، هات فاكهة غريبة. إيش الغريبة؟ قالوا جيب عنب، جيب كمترة، جيب خوخ، جيب مشمش، جيب أشياء يعني نادرة، الكيلو ب15 وب20 ريال، بينما نحن ما نعرف والله هذه الفواكه ولا هي من إنتاج بلادنا، ما عندنا الطلح والعرعر والقمر في الجبال حقتنا، لكن ساق الله لنا هذه النعم، فينبغي أن نشكر الله عليها وأن نقتصد من مصاريفنا في رمضان. وأنا أقول بأعلى صوتي إن رمضان شهر العبادة لا شهر المائدة. ما في مانع أن تأكل في رمضان، ولكن اقتصد ونبه على زوجتك وأهلك، اجمعهم وقل لهم يا مرة هذا شهر عبادة، ما نريد أن تشغلي نفسك إلا بالقرآن، ولا أريد منك شيء، ترى إذا نوعت الطعام ماني بذوقه، فتعبي ولا أقعد، أنا بآكل تمرة على الإفطار وأذهب إلى المسجد فأصلي خفيفا ثم أرجع، ترى التمرة تكفي والله، والله لو أفطرت أكلت 7 تمرات شربت ما أنك شبعت، شبعت ولا تبغى عشاء أصلا. فإذا رجعت وأخذت حساء من الشربة وقط قليل من مثل الأرز أو الهدام أو أي نوع مما هو معتاد عندك الحمد لله. لكن أما 10 أصناف 12 صنف، الفطور لحاله فيه 6-7 أصناف،
الفطور خل العشاء، العشاء ما يجي له قلابي، ولا بد يعمم عليه كلهم، لأنه لو ما أكل من نوع واحد المرة تزعل عليه، تقول أنا من الصباح قايمة على رجل وانت جيت مهذوقة، والله أنت أكل عشان خاطري. قال طيب، وهو يعز أمر الله، يأكل من ذا حبة ومن ذا حبتين ومن ذا حبة ومن ذا حبة حتى ينفقع بطنه. ويمرضون، أكثر الناس يمرضون في رمضان من أجل كثرة أكلهم والعياذ بالله. فنبه على المرأة وقل لا نريد هذا كله، نريد منك إذا دخل رمضان المصحف والسجادة وكثرة القرآن. أبغى تعلميني كم قرأتي كل يوم؟ إذا كانت ما تقرأ قل علميني كم سمعت القرآن من إذاعة القرآن، كم سبحتي الله. ليش؟ علشان تنافسين. أما الطعام إذا ذل العصر بقوم يسوي شيء بسيط وترى فيه بركة. كان آباؤنا أيها الإخوة يفطرون على القهوة وكسرة الشعير. ما هي القهوة هذه حقتنا ذي؟ لا، هذه قهوتنا، هذه عالمية، هذه قهوة وعليها زعفران وعليها هيل الهيل كان أمنية، حبة حبتين بس، حبة حبتين، وبعدين الدلة هذه يسوونها بالصباح ويسمونها في الليل رجعة، يعني ما يرمون الحثل، يصبون عليه ماء ويطبخونه مرة ثانية ويفطرون عليه ويكثرون الماء، وبعضهم يحط مع القهوة شعير، حب الشعير علشان يطلع رائحته فيه مع كسرة من الشعير. وما هو مثل ذا الحين كل، لا، تقسم هذه الكسر، تصف ربة البيت، تصف الأسرة كلهم، الصائم يقعد واللي ما هو صائم اخرج اندر، والله ما يذوق الفطور معهم ويروح يدحدح، يسمونها دوح دوح، يمكن بعضكم ما أدرك هذا الكلام. إلى قبل عشرات السنين يروحون الأطفال، وأنا كنت منهم، نخرج إلى البيوت الكبيرة اللي فيها خير واللي العين فيها خير ونصيح ونقول دوح دوح، يعني خبزة بالسمنة، بالسمن مملوء، ناكله ونروح. بعدين ننتظر شوية، إن كان جاء شيء قلنا هو به غلي، إن كان ما في خبزة فيه غلي، غلية يعني، ولا قلي يعني حب مقلي، ولا طلبنا المعتلي، إن كان ما به شيء رحنا نطلب الله ونسكت شوية، وبعدين نقول هو به شيء. إذا ما جانا شيء، أحياناً يجينا حيود، وأحياناً يجينا ماء يصبونه فوق رؤوسنا، وأحياناً ينزل راعي البيت يهبنا تمر أسود تعبان، وأحياناً كسر صغيرة، وغالب الأيام ما في شيء. هذا الكلام أيها الإخوان ما هو بعيد، ترى والله قريب، قبل يمكن 20 أو 25 سنة هذا الكلام. ما تأكل كل الأسرة من هذا الشعير، وإنما تقوم ربة البيت بتقسيم الكسر بحسب الأدوار التي يقوم بها الأولاد، الذي يرعى يأخذ، والذي يعمل يأخذ، ولا اللعاب ما يأخذ شيء ويطرد من الأسرة. فالشاهد في الموضوع أيها الإخوان أنك قلل في الطعام وقلل في الشراء من الأصناف حتى تقيم رمضان حقيقة. وبعدين قل شوفي، هذه الطلبات جبتها، لكن نريد نأكلها، ما هو هنا، نريد نأكلها في الجنة إن شاء الله. هذه للفلان، هذه للفلان، هذه للفلان، وخلها هي تروح معك السيارة عشان تمارس عملية التعود على الصدقة، وتنزل هي إلى الدق على عائلة الفلان تعطيهم هي بنفسها، هذه تنفعكم في رمضان، يصير عظيم هذا الكلام. لكن أما أن تكون شهواتنا في بطوننا ورواتبنا، وبعضهم يحلل هذا ويفلسفه بعبارة يقول سنة ما تخدم شهر، ولهذا توفير سنة يضرب به كله في شهر، لمن؟ لبطنه. وتأتي زوجته في أول الشهر أو من ذا الحين، من الآن بدأوا يشترون، تقدم له كشف بكراتين الأنواع، كرتون شعيرية وكرتون شربة وكرتون مكرونة وكرتون تطلي وكرتون قطر الموز وكرتون نشا من كل، وكرتون قمر الدين وكرتون عصير وهك من هذه الأنواع. وبعدين إذا كان بتأخذ بالشهر ذاك تيس، لا، لازم دل مرة تيسين. ليه؟ قالت تيس نبغى الهبرة للسمبوسة، ونبغى الكرشة والأماصير للشربة، ونبغى العظام وذيك للكبسة، تنويع. ثم جاء يأكل، وإذا اشتوى من الأشكال التي لا يعلمها إلا الله، فلا يذوقها، وإنما يأكل من كل شيء قليل، والباقي تجمعه المرأة على نفس السفرة ثم تشيله وتقذفه في الزبالة، وإخواننا يموتون جوعا. جاءتني رسالة بالفاكس من عميد الكلية الأكاديمية ببشاور في أفغانستان، ويقول لي، وهو دكتور سامي عبد الله ظفر، يقول لي إنهم يريدون إقامة مشروع خيري اسمه مشروع تفطير الأسرة المسلمة الأفغانية، لأنهم يعيشون، يقول، في معاناة وفي فقر لا يعلمه إلا الله. ويقول لقد مررت على مخيمات اللاجئين، يقول فوجدتهم، ويقول والله أنهم تحت الأكواخ، أن بعض الأسر ما عندها العيش الناشف إلا من شهرين ثلاثة،
يدقونه بالحجارة وينقعونه بالماء ويحتسون حساب، ورمضان داخل ما عندهم شيء أبدا. قلت ويقول أن هذا المشروع يقتضي إطعام 20,000 أسرة، كل أسرة تكلفها خلال شهر رمضان من أوله إلى آخره 300 ريال، لأن الريال السعودي يعدل 5 ربيات باكستانية، يعني 10 ريال يوميا 50 ربية، 50 ربية تكفي الأسرة الكاملة فطور وسحور خلال يوم كامل من أيام رمضان، يعني كم؟ 300 ريال. 300 ريال يحطها الواحد في كراتين، يحطها في نص تيس. فنحن نقول لإخواننا ونعرض الموضوع عليكم الآن، والذي يريد فعليه أن يتصل بي، لكن ما هو الآن، يتصل بي فيما بعد، إما في عملي أو في بيتي، أما بعد الصلاة فإنني على موعد وأريد أن أنصرف مبكرا إن شاء الله. فإذا أراد الإنسان أن يفطر أسرة أفغانية تدعو له إذا أفطر، أي نعم. وبعدين إذا فطرهم، من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، قال من فطر صائما على شربة ماء أو على مذقة لبن أو على تمرة، فكيف يا أخي إذا فطرت الصائم على وجبة كاملة، وجبة متكاملة. وأنا أرجو من الإخوة الذين سيساهمون في هذا الموضوع أن لا يتأخرون حتى نستطيع أن نحول المبالغ قبل دخول شهر رمضان، لأن الدكتور سامي يقول يجب أن تصل المبالغ للمساهمين قبل دخول رمضان علشان نبدأ في العملية، والحمد لله العملية ماشية الآن في الرياض وفي جدة وفي كل المدن يجمعون بإذن الله. وما أظن إن شاء الله إلا أن هذا الموضوع سيجد القبول منكم، وبعدين مخلوفة عند الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أيضا من الحكم التي شرع الله الصيام لأجلها ما يترتب على الصوم من الفوائد الصحية، وهذا شيء معروف وليس بحاجة إلى إسهاب، فإن الأطباء يكررون أن الصوم من أعظم وسائل العلاج، بل فيه الآن مستشفيات دولية في أوروبا وفي أمريكا تعالج فقط بالصوم، ما عندها وسيلة إلا بس تمنع الإنسان من الطعام وتعطيه أطعمة معينة بسيطة في فترات معينة لا تقل عن مرتين في الصباح وفي المساء، وهذا هو الصيام الإسلامي. لكنهم لا يصومون وإنما يمتنعون طلبا في الفائدة، نحن نمتنع عن الطعام طلبا للأجر والمثوبة، وتأتي الفوائد الصحية ضمنية، إذ أن البطن الذي يتفرغ من الطعام من الصباح إلى المغرب يجد عطلة ويجد فرصة، إذ أن المعدة كالموظف، الموظف يحتاج في كل سنة إلى شهر إجازة يجدد نشاطه ويعود له قوته ويرجع بعد الإجازة نشيط منشرح الصدر منفتح على العمل، لكن يكر طول الزمان يمل ويكل وما عاد يبغى. كذلك المعدة، المعدة تشتغل طول العام، وجاء الإسلام ليعطيها شهر إجازة، لكن شهر إجازة على أساس أنك في الليل ما تكلفها بعمل إضافي، أما الذي يعطيها يوم إجازة وفي الليل يخليها تشتغل من المغرب إلى السحور، هذا ما أعطاها إجازة بل ركم عليها، بدل ما هي وجبة أصبحت 6 أو 7 وجبات، لا حول ولا قوة إلا بالله. فرض شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر إلى المدينة، لم يفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، إذ مكث في مكة 13 عاما لم يفرض عليه من الأحكام شيء إلا الصلاة، ولكن بعد أن هاجر إلى المدينة وفي السنة الثانية فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، فصامه صلوات الله وسلامه عليه، وصام السنوات التي بعده حتى صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. وكانت فرضية الصيام في الأول على مرحلتين، المرحلة الأولى على التخيير بين الصوم وبين الإطعام مع تفضيل الصوم، المرحلة الثانية الصوم القطعي العيني على كل مسلم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يمارسونه بجهد وتعب وطاقة، فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الفرضية الأولى، كان المسلم مخير بين أن يصوم أو أن يطعم، تبغى تصوم صم، عندك طاقتك ضعيفة وإمكانياتك محدودة في الصيام
تبغى تطعم تطعم عن كل يوم مسكين. هذا في الأول في المرحلة الأولى لفرضية الصيام مع تفضيل الصوم. قال الله وأن تصوموا خير لكم، الصيام أفضل من قضية الإطعام. ثم جاء الحتم والأمر الكامل بفرضيته، قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خلاص، من شهد يعني من أدرك رمضان، من دخل رمضان وهو موجود في الأحياء موجود فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقيت الرحمة التي نزلت على في المرحلة الأولى بأن المسافر والمريض يفطر ويقضي بعدين أيضا بقيت بعد الحتم، إذا لو لم تأتي هنا لكان كل واحد عليه أن يصوم، لكن رحمة الله عز وجل. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون أو لعلكم تشكرون. خلاص، من شهد يعني من أدرك رمضان، من دخل رمضان وهو موجود في الأحياء موجود فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بقيت الرحمة التي نزلت على في المرحلة الأولى بأن المسافر والمريض يفطر ويقضي بعدين أيضا بقيت بعد الحتم، إذا لو لم تأتي هنا لكان كل واحد عليه أن يصوم، لكن رحمة الله عز وجل. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون أو لعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون. وينقسم الناس المكلفين ينقسمون إزاء الصوم إلى عدة أقسام أو فئات. الفئة الأولى المسلم البالغ العاقل القادر السالم من الموانع، سالم من السفر، سالم من المرض، وهو عاقل بالغ قادر مسلم مقيم سليم، هذا يجب عليه الصوم ولا يعذر. وإذا أفطر فإنه مؤاخذ، لأن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر كله وإن صام. قال العلماء مع عدم التوبة، أما مع التوبة فإن الله يتوب على من تاب. الفئة الثانية الصغير الذي لم يبلغ سن الحلم، وسن الحلم يبلغ بثلاثة أشياء عند الغلام وأربعة عند الفتاة. الأمر الأول عند الغلام بلوغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فقد بلغ سن الحلم. الأمر الثاني الاحتلام، إذا احتلم ولو عمره 9 سنوات فهو مكلف، أصبح مكلف ومخاطب بكل تكاليف الشرع. الأمر الثالث الإنبات، الإنبات أن ينبت له شعر حول الجهاز التناسلي، هذه ثلاثة. تزيد الفتاة على هذا بالحيض، تزيد الفتاة بالحيض، إذا حاضت فإنها تكون قد بلغت سن التكليف الشرعي. الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف هذا لا يجب عليه الصوم، ولكنه يعود يدرب عليه. ولقد كان الصحابة يعودون أبناءهم ويلهونهم باللعب، تقول عائشة كنا نلهي صبياننا باللعب عن الجوع حتى يفطروا. وبعض الناس يقول لا أنا ما أخلي ولدي يصوم، بل بعضهم يضرب ولده يقول لا تصوم، ليش تعذب نفسك؟ سبحان الله، الولد يقول أبغى أصوم تمنعه؟ لا تمنعه أبدا، فإنه لو صام يومين متواصلين ما ضره، لأن صيامنا اليوم أيها الإخوان ما يضرنا، لأن عندنا أرصدة من الشحم، ما من واحد إلا في بطنه وفي ظهره حمل، لو يقعد أسبوع ولا أسبوعين بعد يستجر مما في بطنه من الشحم. لكن إذا صام يوم أو يومين ما يضر، فولدك ما عليه إذا صام، بل عوده وشجعه وخله يصوم دون أن تقصر عليه. وإذا أحس هو برغبة في أن يفطر من عندياته وما يعني يستطيع فما في مانع، لكن حاول أنك تشجعه تلهيه تعوده يوم بعد يوم بحيث لا يصل سن العاشرة إلا وهو قادر على الصيام، ولا يصل السن التكليفية الشرعية إلا وهو مستعد ومهيئ للصيام. الصنف الثاني المجنون، والمجنون هذا لا يجب عليه الصوم، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود في السنن وسنده صحيح. أيضا الرابع من الأقسام الشيخ الكبير الذي بلغ درجة الهذيان،
ودخل في سن الخرف ولا يعرف صلاة ولا صوم ولا يعرف وقت ولا يعرف، إنما في غيبوبة دائمة، فهذا يسقط عنه الصوم كلية، يسقط عليه الصوم لأنه رفع عنه التكليف، ولا يجب عليه صوم ولا يجب عليه إطعام. الصنف الخامس الرجل العاجز عن الصوم عجزا مستمرا، إما لكبر سن أو لمرض مستمر، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. رجل عنده مثلا مرض، قرر الأطباء الذين يوثق في علمهم وهم مسلمون أن هذا المرض، كمن عنده مثلا كلى، غسيل كلى ولا يستطيع يصوم، أو كمن عنده أي مرض آخر من الأمراض التي لا يمكن أن يستمر الإنسان فيها من غير دواء أو جرعات أو غذاء، وقرروا أنه لا بد أن يفطر، فإن وليس في أمل أن يشفو هذا المريض، فإنه لا يقضي، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. الصنف السادس المسافر الذي لا يقصد بسفره التخلص من الصوم، فإن الذي يقصد بسفره التخلص من الصوم يعاقب بنقيض قصده ويأثم حينما يفطر ولا يجوز له الإفطار. أما الذي يسافر لأي غرض، سواء كان سفر طاعة أو سفر تجارة أو سفر سياحة أو سفر علم، أي نوع من أنواع السفر الطيب المباح، فإنه يجوز له أن يفطر بإذن الله عز وجل إذا كان السفر مسافة قصر، وأيضا يجوز له أن يصوم والأمر خاضع له، فإن عليه أن يتبع ما هو أخف له، فإن كان الصوم أخف له حتى لا يقضي في وقت الناس كلهم صيامه مفطرين وهو صائم فليصم، وإن كان الإفطار في حقه أخف عليه لأنه يشعر بمعاناة أو بعطش أو بجوع أو بتعب، فإن الأفضل في حقه أن يفطر، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأين اليسر بالنسبة لك؟ إن كان اليسر في الإفطار فأفطر، لأن بعض الناس يعذب نفسه، يذهبون إلى العمرة في رمضان ويسافرون مع الساحل ويدخلون مكة وهم بيموتون عطش ويعي لا يفطر، حتى أن بعض الناس، أنا رأيت واحد من إخواننا بعد صلاة العصر في الحرم، أن الذي يعيش في مناطق الباردة ما يشرب، بعض الناس يقعد رمضان كله ما يتناول الماء، فإذا نزل إلى المناطق الحارة وهو تسحر في أبها فإن جسمه يحتاج إلى الماء، نظرا لأنه يعني يصرف العرق الكثير ويحتاج إلى تعويض، فما يشرب وهو صائم. فوجدت واحد في الحرم جالس بعد صلاة العصر وقد نشف لسانه، وسلمت عليه ما قدر يرد عليه السلام، قلت لماذا؟ قال يشير قد لسانه مثل الإسفنجة، قلت طيب افطر. سبحان الله، هذا أراد بنفسه العسر، الله يريد به اليسر ويقول افطر وافقض بعدين، لا سبحان، هذا يعذب نفسه. إن الله يحب أن تؤتى رخصا. وأذكر مرة وقد كنت في العمرة مع بعض أسرتي، فلما وصلنا ما كانوا يتصوروني بقول لهم يفطرون، دخلنا مكة ودخلنا في الشقة وكان الحرارة شديدة ويعني العطش قد بلغ بنا مبلغه، فتناولت الماء وشربت، فشربوا كل الأسرة وفيه واحدة صغيرة عمرها يمكن 8 سنوات كانت تصوم على التدريب، قالت لي بالنص هذا بحرف واحد ببراءتها تقول والله إني أحب ربي. قلت ليش؟ قالت يا منا يخلي نفطر يا منا مسافرين. سبحان الله، هذا الأمر حبب إليها الإسلام، فأنت عليك أن تأتي بالرخصة إذا احتجت إليها. هذا المسافر. المريض، الحائض والنفساء. الحائض والنفساء، المرأة إذا رأت الحيض وهو دم أسود كريه الرائحة ثخين يخرج من المرأة بعد الحيض مرة في كل شهر، ويمكث معها أيام أقله يوم وليلة وأعلاه 15 يوم، تترك المرأة فيه الصلاة والصوم، فهذه إذا جاءها لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كذلك النفاس دم أحمر قاني خفيف يخرج من المرأة النفاس، وأقله يوم وليلة وأكثره 40 ليلة، ويمكن ينقطع من أسبوع ويمكن ينقطع من 10 أيام ويمكن ينقطع من شهر. فإذا انقطع دم النفاس من المرأة لزمها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي، فإن عاد إليها تركت واحتسبت ما صامت، لأنها صامته في وقت هي طاهرة فيه، ثم إذا طهرت فتصوم فتغتسل وتصوم وتصلي. أما الدماء الأخرى التي تخرج من المرأة لا هي حائض ولا نفاس، وإنما يخرج منها دم، دم يسمونه نزيف أو دم علة أو دم عرق، ويسمى في الشرع الاستحاضة، فهذا حكمه حكم البول، لا تترك الصلاة ولا تترك الصوم، وإنما تصوم
وتصلي وتؤدي جميع شعائر الإسلام، وإنما تغتسل من هذا الدم الذي خرج منها أول مرة، ثم تستثفر يعني تتحفظ بحفاظة حتى لا تلوث ملابسها، ثم إذا جاء الوقت تطهر وتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة أو تترك الصوم بحجة أنه خرج منها دم ما لم يكن دم حيض أو دم نفاس. أيضا ممن يجوز لهم الإفطار المرضع والحامل، المرأة التي ترضع جنينها رضاع طبيعي، والصوم يؤدي إلى عدم إدرارها ويتضرر بهذا الجنين الولد وتتضرر هي، يجوز لها أن تفطر وتقضي فيما بعد. وكذلك الحامل التي هي حامل وفي شهورها الأخيرة ولا بد من غذاء علشان يعني يؤدي هذا الغذاء إلى تحسين وضع الجنين داخل البطن، والطبيب يقول أن الصوم يضرها، فعليها إذا أرادت أن تفطر أن تفطر ولها أن تقضي. هذه أقسام الناس في الصوم. يجب على الصائم أن يتأدب بآداب إسلامية رفيعة أمر الإسلام بها وأوجبها، منها المحافظة على الصلوات الخمس دائما في رمضان وبعد رمضان حتى الموت، فين؟ في المسجد ومع جماعة المسلمين. ترك واجتناب الغيبة في كل حين وفي كل وقت، ولكن في رمضان أعظم. ترك النميمة وهي نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، ترك الغش في البيع والشراء، سماع الملاهي، سماع السباب والشتائم واللعن والعياذ بالله، هذه الأخلاق كلها محرمة في غير رمضان، وهي في رمضان أعظم حرمة. أيضا مما يستحب للمسلم من السنن السحور ولو كان حبة تمر، تسحروا فإن في السحور بركة، ويسن تأخيره. الذي يتسحر الساعة 2 ثم يرقد هذا خالف السنة، يجب أن تؤجل، ينبغي أن تؤجل السحور إلى قبل الإمساك، ثم تتسحر وتقوم إلى صلاة الفجر وتمسك قبل يعني دخول وقت الفجر. كذلك الفطر وتعجيله، لأن بعض الناس ما يفطر يقعد إلى بعد العشاء، لا، الفطر سنة. ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ويعجل ولكن يعجل بعد غروب الشمس، لا يعجل يفطر الواحد الساعة 5 ويقول أن من السنة تعجيل الفطور، لا، من السنة تعجيل الفطور بعد تحقق الغروب إذا غربت الشمس وسمعت المدفع أو المؤذن. أي نعم، لكن بعض الناس عنده وسواس، عنده والعياذ بالله يعني نوع من الحيطة والخرافة، يسمع الناس يفطرون ويصلون ويقول لا أنا بتأكد، ما يفطر إلا الساعة 7:30 ولا 8، ليش؟ قال هذا أبغى أتأكد من صيامي. لا، هذا مخالفة للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن المستحبة في رمضان كثرة تلاوة القرآن، لأنه شهر القرآن، شهر العبادة، كثرة الدعاء خصوصا عند الفطر. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وللصائم دعوة يستجيبها الله عز وجل، فادعوا وأنت تأكل، ادعوا لنفسك وادعوا لوالديك وادعوا لأبنائك وادعوا لجيرانك وادعوا لإخوانك المسلمين وادعوا للمجاهدين وادعوا للإسلام أن ينصر الله الإسلام والمسلمين، ادعوا الله. إذا طلعت الدعوات من المؤمنين في مغرب الشمس في غروب الشمس من جميع الأرض، إن الله غفور رحيم وإن الله سميع الدعاء بإذن الله عز وجل. وأيضا الصدقة، كثرة الإنفاق، لا بد أن يكون لك رصيد في رمضان كثرة الإنفاق، إن الحسنة بعشر أمثالها إلى 1000 حسنة تضاعف لك في رمضان. والصلاة فرضا ونفلا، والصلاة التي طلبت منا في رمضان هي صلاة التراويح. وصلاة التراويح لها مزية عظيمة في رمضان، لأنها من لوازم رمضان، وقد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. شوفوا الحديث في الصحيحين بلفظين، الأول من صام رمضان إيمانا واحتسابا دخل الجنة أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثاني من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك يا عبد الله أن تشعر بأهمية هذه الفريضة العظيمة التي هي الصوم، وأيضا تكملها بالسنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من سن صلاة التراويح، فصلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم ترك في الليلة الرابعة، فخرج الناس ينتظرون فلم يخرج، فلما جاء في الصباح سألوه قال إني خشيت أن تفرض عليكم فلم أخرج، صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما مات وفي عهد عمر رضي الله عنه جمع الصحابة
رضي الله عنهم على خرج وهذا يصلي وهذا يصلي وهذا يصلي، فجمعهم على رجلين، تميم الداري رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وكان بقيت هذه السنة العمرية أقرها الصحابة وأقرتها الأمة، وهي سنة ويعني مزية من مزايا شهر رمضان، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها لأن لها علاقة بصومه، وأن لا يتسرف أو ينصرف منها أو يتسيب كما نرى ونلمس بعض الشباب هداهم الله، وهذه الظاهرة ظاهرة سيئة، وهي تنذر بيعني خطر عظيم، إذ أن المسلم لابد أن يدخل مع الإمام ولا يخرج إلا مع انصراف الإمام، لحديث ورد في السنن: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت مع الإمام حتى يسلم وينصرف وتحضر دعوة المسلمين وتحضر دعاء القنوت كتب لك قيام ليلة، لكن من الشباب من يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات، ثم يأتيه الشيطان فيلعب عليه ويدغدغ له ويثقله ويتعبه حتى يمطه بخشمه ويخرجه من بين المسلمين ومن الصفوف ليلعب عليه ويقضي طول ليلة في فراغ، ولو انتظر قليل وصبر على طاعة الله قليل لكان ممن يفوز بأن يكتب له قيام ليلة. والنفس أيها الإخوة إذا أعطيتها مناء تعبك، لكن أقصرها، قل والله ما تخرج إلا آخر واحد من المسجد إن شاء الله. بهذا بإذن الله لا يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر. بقي أربع دقائق، الأذان على 7:51 والآن 7:47. فإذا إن الإنسان عود نفسه، خصوصا الشباب العاديين، أما الشباب الملتزم فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى أن نوصيهم، فهم من أحرص الناس، نسأل الله أن يوفقهم وأن يثبتنا وإياهم على الإيمان. لكن بعض الشباب الإخوة العاديين الذين إلى الآن لا زالوا يعني ما ساروا في الطريق الصحيح كما ينبغي، وإنما هكذا قومه وقعده وطيحه وانبطاعه، هؤلاء عليهم أن يقومون في شهر رمضان ولا يغلبهم الشيطان ويكونون حميلا لإبليس. لأنك فكر بعقلك يوم أن تخرج من المسجد، وانتظر في الشارع في الدكان في أي مكان، روح في البيت وبعدين خرج عليك أبوك أو أخوك اللي صلى، انظر ماذا كسبت وماذا خسره وماذا كسبه وماذا خسرت. خسرت شيئا كثيرا وكسب شيئا كثيرا، كسب رضا الله، وانت ايش استفدت؟ استفدت انك قعدت، ما انت قاعد طول اليوم، ما انت راقد طول اليوم، ما كفاك نوم. لا ايها الاخوان، نريد منكم ونريد ان ينبه كل اب على ابنائه الا يخرج من الصلاه الا بعد اتمام صلاه التراويح، لانه من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله. اما عدد صلاه التراويح كم يصلى؟ فبعد الأذان إن شاء الله. خلاص. يمكن بعض الإخوة يكون موجود هذه الليلة ولا يمكن يلقاني بعدين، فبالإمكان تسليم التبرعات للأخ أحمد ابن بخيت مؤذن هذا المسجد الذي يريد أن يسلم التبرع هذه الليلة. ولكن خذ اسم الإنسان كامل يا أحمد، خذ لك دفتر وسجل كل واحد يعطيك 300 ريال اسمه، من أجل أن نوصل هذا المبلغ إن شاء الله إلى الطريق الذي يصل فيه بإذن الله، وهو مضمون إن شاء الله. لا، الزكاة لها مصارفها الشرعية، ونريد أن يخرج الإنسان من حقه، والزكاة تخرج إن شاء الله، هي تجوز من الزكاة، لكن لا نريد أن نعطي إخواننا الأفغان إلا من حر مالنا مواساة، والفقراء يأخذون حقهم إن شاء الله. العدد أيها الإخوة التي عدد الصلوات، عدد التراويح، هذا اختلف فيه السلف نظرا لأنه أمر فيه سعة. الصلاة خير موضوع، من شاء زاد ومن شاء أقل، فبعضهم صلى 41 ركعة، وبعضهم صلى 39، وبعضهم صلى 29، وبعضهم صلى 23، وبعضهم صلى 13، وبعضهم صلى 11، وأرجح الأقوال المسنودة في الدليل 13 أو 11، للحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة. هذا في البخاري ومسلم. حديث آخر في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة.
فالجمع بين الحديثين وكلاهما صحيحين أن يقال إن عائشة رضي الله عنها تحكي ما تعرف، والمعروف أنها زوجة ومعها 9 نسوة أخريات، فما كان يجيها سراها إلا ليلة من 9 ليالي، فربما لاحظت في تلك الليلة أنه صلى 9 أو 11 ركعة، ولكنها لا تعرف ماذا كان يصلي في غير بيتها. ويسند هذا الأمر ما ثبت في الصحيح أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ ولكن ثبت في الصحيح أيضا أنه صلوات الله وسلامه عليه أتى سباطة قوم فبال قائما. قال العلماء إنه بال قائم لعلة، كان في رجله مرض ما كان يستطيع أن يجلس فبال قائما، فهي تحكي ما تعرف، وأما ما لا تعرف فلا تحكم عليه. ولذا نقول للناس: من كان قد تعود أو عود جماعته أن يصلي 13 ركعة فيستمر عليها ولا يغير على الناس، لأن الناس إذا غير عليهم شيء من مألوفاتهم استنكروه، لا سيما إذا كان له دليل. فما دام 13 ركعة ثبتت في البخاري ومسلم عن ابن عباس، فلما ننقل الناس إلى أقل وهي ثابتة نستمر عليها؟ ومن كان قد عود جماعة على 11 ركعة فيستمر عليها، والأمران صحيح إن شاء الله. لأني سمعت بعض الإخوة في مساجدهم الناس يصلون في أبها من زمان ومنذ عرفوا أنفسهم 13 ركعة، وقاموا وصلوا 11 ركعة، فحصل يعني ردة فعل عند المصلين وصاحوا وقالوا: لا يعني إيش هذا، يعني نحن من يوم خلقنا صلاتنا غلط؟ لا، ما نريد إرباك الناس ولا إحداث مشاكل عليهم، وإنما نصلي 13 ركعة لأن لها دليل صحيح في البخاري وفي مسلم. وكذلك ينبغي أن يشار إلى أن 13 ركعة أو 11 ركعة يجب أن تكون طويلة وهادئة وثقيلة وفيها قراءة وفيها خشوع وفيها خضوع، وأن لا يستعجل ويربش الصلاة كما يصنع بعض الناس، لأن هذا منافي للتراويح، إذ سميت التراويح من الإطالة، كان الناس يراوحون بين جباههم وبين أقدامهم، إذا تعبوا وهم وقوف جلسوا ويسجدون حتى يرتاحون، ولكن الهبهبة هذه والمطاردة في الصلاة هذه ليست تراويح، وإنما تلاويح. ما هي تراويح؟ والأمر الأخير الذي نتحدث عنه اختصاص رمضان بالقرآن والتلاوة. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل رمضان مرة، إلا السنة التي مات فيها دارسه مرتين. وكان السلف رضي الله عنهم إذا دخل رمضان عطلوا كل شغلتهم وحلقهم وندواتهم وعلومهم واشتغلوا بالقرآن. كان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو شهر تلاوة وإطعام طعام، تلاوة قرآن وإطعام طعام، ينفق للفقراء والمساكين. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك مجالس العلم والذكر وانقطع على التلاوة. وكان قتادة يختم كل 3 ليالي مرة، وكان النخعي يختم كل ليلتين مرة. أي نعم. ويروى عن الشافعي، وما أدري عن هذا سند هذا الخبر، أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل وختمة في النهار. وقد تستغربون، لكن واحد من إخواننا صلى ختم في 13 ساعة وهو يعني يقرأ عاديا وينزل، لكن الشافعي وغيره من الذين يحفظون القرآن أصبح القرآن على ألسنتهم مثل الماء، ما في صعوبة في التلاوة، فلا نستغرب. ويبقى شيء أيها الإخوة، وهو قضية: ما هو الذي يفسد الصوم؟ حتى يكون الصوم صحيح يجب أن نجتنب أشياء يفسد الصوم. أشياء: أولا الجماع، ويلزم به القضاء والكفارة. ثانيا الإنزال المني بالاختيار، ويلزم به القضاء ولا كفارة. أما الإنزال بالاحتلام فلا شيء فيه، إذا نام الإنسان في الصوم وهو صائم واحتلم وأنزل فيقوم يغتسل ولا شيء عليه. ثلاثة الأكل والشرب عامدا، أما من أكل أو شرب جاهلا أو ناسيا، الحكم ناسي فلا يشاء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رابعا أو خامسا، رابعا ما كان بمعنى الأكل والشرب، يقوم عن الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية أو الدم الذي يحقن في الإنسان، إسعاف الدم، تسعف إنسان بكيلو أو نص كيلو أو إبر مغذية، هذا اللي يعلقونها وتنزل، هذه تكفي عن الطعام والشراب وهي تفطر. أما الإبر العلاجية الدوائية سواء كانت في الوريد أو في العضل فإنها لا تفطر، فمن اضطر إليها فليستعملها، ومن لم يضطر إليها وعنده جرعة فليأخذها بعد الإفطار حتى يخرج من الخلاف. خامساً الاحتجام،
وهو موضوع خلاف بين العلماء، ولكن الذي يرجحه العلماء أنه الحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد عن شداد بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يحجم آخر فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ستة من المفسدات: التقيؤ عمداً كأن ينقر حلقه ويسحب القيء من باطنه، أما من ذرعه القيء من غير سبب منه فلا شيء عليه إن شاء الله. كذلك خروج الدم، دم الحيض أو النفاس فإنه يفسد الصوم، أما كذلك دم سحب الدم الذي يسعف هذا يفطر، أما الدم للتحليل 2 سنتي 3 سنتي الدم اليسير أو دم الرعاف أو دم الجرح الذي يندر من الإنسان فإن هذا لا يؤدي إلى شيء من إفطار الصائم، وإنما صيامه صحيح. ويشترط في هذا كله أن يكون الإنسان عالماً وذاكراً لهذه الأشياء. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للعبادة والصيام والقيام والتلاوة والإنفاق، وأن يحصمنا وإياكم من المعاصي والآثام والمنكرات، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب على بعض الأسئلة باختصار. يسأل أخونا يقول: ما حكم كتاب حرز الجوشن مكتوب فيه 7 المنجيات وفيه نهاية أدعية مكررة، وما حكم كتاب الحصن الحصين؟ الحصن الحصين وحرز الجوشن وهذه الكتب التي تعلق هذه تشتمل على الخرافة والبدعة وعلى الأدعية التي بعضها يكون شرك وبعضها طلاسم مما يدعى به الجن، وليس بمأثور ولا بمشروع للمسلم أن يعلقه أو أن يتحصن به، فإن الحافظ هو الله تبارك وتعالى. وقد قرأت أنا في بعض هذه الحروز أن من علقه على دكانه ما ينسرق، ومن علقه على بنته تتزوج، ومن علقه في رقبته ما يموت إلى الأبد، وماتوا ذلك كلهم، ما شفنا صاحب الكتاب حتى ومات، فهذا كله كذب ودجل. فما ينبغي لك يا أخي إلا أن تتحصن بالأذكار الشرعية التي وردت في الكتب الصحيحة في السنن والصحاح، مثل آية الكرسي من قرأها في الصباح ومن قرأها في المساء، مثل المعوذتين، مثل سورة الإخلاص، مثل قراءة الفاتحة، مثل بعض آيات قرآنية وردت، مثل أدعية صحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد هذه. أما هذه الكتب وهذه الأشياء فلا ينبغي. يقول: هناك أيضا أدعية تقال قبل الأذان بصوت مرتفع، وتقرأ أيضا سورة الإسراء، هذه الأدعية قبل الأذان وقراءة سورة الإسراء بعد الأذان لا دليل عليها وغير مشروعة، وهي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يسع المسلم أمام هذه إلا أن ينكرها، ولا يسير إلا فيما هو صحيح، لأن البدعة والعياذ بالله خبيثة، البدعة ضررها على الدين كبير جدا، والمبتدع والعياذ بالله يعني يرتكب أمور عظيمة، من أهمها أن الله عز وجل لا يهديه، لأنه يظن على هدى وهو على ضلال، ولا يقبل توبة إلا إذا تاب ورجع. ثانيا أن الله ما يقبل عمله، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا أن عليه إثم هذه البدعة إلى يوم القيامة، من سن سنة حسنة فله أجرها، ومن سن سنة سيئة وهذه سنة سيئة ما هي في الدين، عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. الرابع أنه يطرد يوم القيامة من الحوض، يجي الحوض وإذا به الملائكة تطرده وتقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إن زودوا في دينك أو نقصوا منك، فيقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا. كذلك قبل الإقامة دعاء بصوت مرتفع، مثل: اللهم ربنا ورب هذه الدعوة التامة. هذه إذا كانت بعد الإقامة فهي مشروعة، لأن الإقامة، وهذه يخفى على كثير من طلبة العلم، الإقامة يقال فيها مثل ما يقول في الأذان، الأذان تردد بعده والإقامة تردد بعدها، وإذا خلقت تقول: اللهم رب هذه الدعوة، مثل ما تقول في ذيك. ليش؟ لحديث بين كل أذانين صلاة، فالإقامة تعتبر أذان مثل ما يعتبر الأذان أذان. كذلك توزيع مبلغ من المال على مجموعة من الناس لا يجيدون القراءة ويقال هذه ختمة أو ختمة الأنس، هذه بدعة، إذا يجتمعون من أجل يوزعون فلوس على ختمة الأنس فهذه كذلك لا أصل لها، وكل شيء في الدين لا أصل له فهو بدعة، لأن البدعة في تعريفها هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، يعني على غير دليل جاء من كتاب أو من سنة. زيارة القبور ومن يسمونهم أولياء يتمسحون بقبورهم ويبخرون عندهم ويتوسلون بهم ويطلبونهم من دون الله، وقد يبلغ بهم الأمر إلى أن يقولون، بعضهم يقول: الله ورسوله أحمد بن علوان، الله ورسوله فلان بن فلان،
وإذا طاح الصبي وأمه موجودة قالت ما تقول يا الله، تقول يا أحمد يا بحر يا ولي الله وأشياء كثيرة، لا إله إلا الله. هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. لأن الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا أحمد بن علوان أو بحر أو الولي الذي في قبره، ليش تدعوه مسكين؟ قد أفضى إلى ما قدم، حتى ولو كان ولي، يمكن بعضهم صالح لكن صالح لنفسه، ما ينفعك أبدا. يقول الله إن تدعوهم وهم القبور يعني لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا على فرض ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يسأل الأخ الكريم يقول ما هي شروط الذكاء الشرعية؟ هذه مهمة جدا، لأن معظمنا يذبح ولكن بعضنا ما يعرف كيف الذكاء الشرعية. اشترط الذكاء الشرعية أمور: أولا أن يذبحها مسلم أو كتابي. إذا ذبح الذبيحة مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني فهي حلال، لكن لو ذبحها تارك صلاة فهي حرام، لأن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب. قال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثانيا أن يذكر عليها اسم الله، فلو ذكر المسلم عليها غير اسم الله حرمت، ولو ذكر النصراني أو اليهودي عليها غير اسم الله حرمت، لأن اليهود والنصارى يذكرون اسم الله على ذبائحهم، فأباح الله لنا ذبائحهم. فإذا ذكر عليها اسم الله وذبحها مسلم أو يهودي أو نصراني فهي حلال. الشرط الرابع أن تكون الذبح بآلة محددة تنهر الدم وتقطع الودج العرق غير السن والظفر. الظفر هذا ما يجوز الذبح به، والسن كان يكون معك طائر ولا دجاجة وما عين شيء تقوم تمرطها برقبتك أو بسنونك، لا حرام ما يجوز. لكن يجوز بالسكين، يجوز بالحيط، قد يكون ما عندك سكين وعندك إلا مروة وحددتها كسرتها سارت حدة وذبحت بها بسرعة، آلة محددة إن شاء الله هذا جائز. بعدين أن يتم قطع الحلقوم والمري والودجين، المريء الذي فيه إيش الطعام، والحلقوم الذي ينزل منه الهواء اللي هو غضروف يعني، والودجين العرقين الكبيرين اللي هنا، هذا لابد منه. لأن لو ذبحته من عند مثلا من ظهره بسكين قطعت رجله وخليته يموت من وراء، ما هو على الحرام، لابد أن تذبحه من الرقبة من هنا من عند الودجين والحلقوم والمري. هذه أربعة شروط، هذه الواجب شروط الذبح، ما تصح الذبيحة إلا بهذه الشروط الأربعة. أما السنن، هناك سنن، من السنن أن يكون الذبح، أن لا يكون الذبح بآلة كالة، يعني من السنة أنك تسن الشفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يعني يريحها بسرعة، أن يكون بآلة محددة غير كالة وأن يريحها بسرعة، لأن الله كتب الإحسان. ثانيا أن توارى عن البهائم، يعني ما تذبح واحدة وذيك تشوف، لأنها تشوف هي أنها تعرف أنك تذبحها. ولذا ترون الغنم كيف إذا دخلت تقول كذا تورد، وبعضهم ما عنده، لا إذا كنت بتذبح خلي ذولك الأحياء بعيد وخذ واحدة إلى وراء الجدار واذبحها لحالها، ثم بعدين تشيلها وتجيب ذيك تذبحها لحالها. يحدثني واحد من المشايخ في نجد يقول إنهم كانوا في عاملة لأخذ الزكاة، يقول ومررنا أثناء طريقنا على رجل من أهل نجد بدوي وعنده قطيع من الإبل، يقول فعزمنا للعشاء فعين، قلنا احنا ماشيين واحنا مستعجلين، يقول فحلف بالله الا ان يكرمنا فاعطانا حوارا صغيرا كان في اخر القطيع، قال هذا الحوار والله نعشه، يقول ما ردينا، اخذنا الحوار يقول وعزلناه من القطيع والقطيع مشى، يقول احنا مشينا شوي وبعدين نوخنا ونحرنا القطيع الحوار وبدانا نسلخه، وبينما نحن وقوف هذاك راعي الابل وصل الى محله وام الحوار هذا بحثت عنه ما لقيته، دورت له، كانت قدام ساهية وناسية إنه مع الإبل، لكن يوم وصلوا هناك دورت له ما لقيته، يقول صاحب الإبل فانطلقت ورجعت على الأثر تدور له. يقولون هؤلاء وهم يقول هذا الشيخ اللي حدثني يقول كنا جلوس والإخوان يقطعون وحنا ناس يلهبون وحنا جالسين، يقولوا إذا بها يقول والله إنها تنهب الأرض نهب، قد مدت رقبتها وعنقها وهي ماشية مسرعة مثل الفرق، يقول إلى أن وقفت علينا، يقول ولما وقفت علينا وشافته مذبوح يقول قامت تشمه وتدور عليه وتدور وتدور، يقول ثم
ثم وقعت بجانبه ميتة، والله يقول ما أدركنا نحلها، انقطع قلبها وفارقت الحياة ما في عينها قطرة. فالحيوانات تدرك، ولهذا إذا جيت تذبح لا تعذب الحيوان يا أخي، بعضهم يأخذ ويذبح وهي قدام عينه، هذا ما يجوز لك، يجب أن تواريها عن البهائم. بعدين من السنن أن لا تكسر العنق، وتسويها يسوونها الحقة، أن لا تكسرها إلا بعد خروج الدم وانتهاء الروح. بعضهم يستعجل في ينهر يقطع الودج والحلقوم والمريء ثم بعدين رأسا يقول بها كذا ويفصلها وهي لا تزال حية، فتشوفها تنفذ برجولها هكذا، هذا تعذيب، انتظر عليها. هذا من السنن طبعا، ليس من الواجبات، من السنن التي تطلب وتستحب، فانتظر عليها إلى أن تبرد وتنتهي وتذهب من الحياة، ثم أكسر رقبتها أو عنقها. إيه نعم، لحديث، والحديث هذا رواه الدارقطني، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، لا تعجلوها قبل أن تزهق، يعني لا تعجل عليها قبل أن تزهق وتخرج هذه الروح. يقول: أنا رجل في الأربعين وأحب الخير وأهله ومجالستهم، ويشهد الله على ما في قلبي، غير أنني أحلق لحيتي وثوبي طويل، فهل يعتبر هذا مخالفة للشرع؟ نعم، ما دمت من أهل الخير وتحبهم وتجالسهم، فإن مقتضى حبك لهم وحبك للخير أن تكتمل في أمور الخير، ومن ضمن أوامر الخير التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن مخالفتها هي حلق اللحية وإطالة الثوب. أما حلق اللحية ففي أحاديث، أكثر من 10 أحاديث: قصوا الشوارب، اعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى، كلها أوامر. أما إطالة الثوب ففيه أحاديث أيضا كثيرة في الصحاح، منها: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليه، وهذا في مسلم. منها 3: المسبل إزارة، أي نعم، وإزرة المسلم إلى نصف الساق، هذا حديث في البخاري. وكثير من الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يطيل المسلم ثوبه. قد يقول واحد من الناس: إني ما أطيله إسبال، يعني كبرياء ولا إسبال. أجل تطيله ماذا؟ طاعة لله؟ بيقول عدم اهتمام. كيف ما تهتم بأوامر رسول الله؟ كيف ما تهتم؟ بيجي واحد يقول: طيب إن الرسول قال: من جر ثوبه خيلاء. صحيح، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لكن هناك ما تحت الكعبين ففي النار، وهذه ما فيها خيلاء، سواء نزلت تحت الكعبين خيلاء أو غيره هي في النار. قد يجي واحد يقول: طيب إن أبا بكر قال: يا رسول الله إني ثوبي، فقال الرسول: إنك لست ممن تصنعه كبرياء. نعم، أبو بكر قال: إني يا رسول الله إن إزاري ينزل وإني أتعاهده. تعرفون الإزار؟ الإزار الوزر اللي يتلبها الرجال، ما تقعد دائم في مكان واحد، ما هي مثل الثوب مقفص صلاة، لا، تنزل خاصة مع الحركة والعمل. فيقول: إنه ينزل مني أنسى، ولكني أتعاهده أرفعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنعه خيلاء أو كبرياء. أما الثوب الذي تنزله أنت باختيارك ولا يمكن ترفعه، هل يمكن رفع الثوب بعدين؟ خلاص، إذا فصلت تحت الكعب ما عاد يمكن، لأن كان تشيله كل ساعة ما هو معقول. أصل اللي يشيل ثوبه دائم يرفعه من يوم يفصل، وذاك اللي ينزل لا، بل يرخي يديه ويمشي، بعضهم يرخي رجوله علشان يسحب رجوله تو الناس، والعياذ بالله. يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية أن الخشية تقع لله من العلماء، فلفظ الجلالة إنما يخشى الله، بعض الناس يقرأها غلط، يقول إنما يخشى الله ويجعل الله عز وجل، يجعل لفظ الجلالة هنا فاعل، لا، الله ما يخشى أحد تبارك وتعالى، ولكن إنما يخشى الله من عباده من العلماء، فالعلماء فاعل الخشية، ولفظ الجلالة هنا مفعول مقدم، والتقديم للاختصاص، أي إنما لا تقع الخشية من العلماء إلا لله، إذ لا يخشون إلا الله تبارك وتعالى. يقول الأخ الكريم: بعض الناس يذكرون أن راتب يوم الخميس والجمعة لا يجوز للموظف، فهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، لأن الذي أعطاك الراتب هو الذي سمحك أن تأخذ خميس وجمعة عطلة أسبوعية من أجل تداوم يوم السبت وأنت نشيط، والذي يقول أن هذا الراتب غير، يعني غير مباح، هذا غلو ولا دليل عليه، وهو جاهل بدين الله. راتبه صحيح ولك في حق ما دام أعطاك ولي الأمر نتيجة يعني عملك خلال 5 أيام الأسبوع، أعطاك يومين عشان ترتاح وتبدأ يوم السبت وأنت نشيط إن شاء الله.
يقول عز وجل ما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما معنى هذه الآية؟ هذه نزلت في الأنصار، والعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، وهي مختصة بكل من يتخلق بهذا الخلق. يؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم حاجة وخصاصة. وهم الأنصار رضي الله عنهم لما هاجر الصحابة إلى عندهم أعطوهم وهم فقراء، وواسوهم وهم فقراء، وقاسموهم وهم فقراء، وامتدحهم الله تبارك وتعالى. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول ذكرت في مقدمة حديثك في الليلة الماضية أن من أوتي القرآن ورأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى نعمة الله، فهل يعتبر ذلك حتى لو أننا رأينا عالماً من العلماء أو داعيةً من الدعاة أفضل منا؟ نرجو التوضيح. لا، من أوتي القرآن فرأى أن غيره ممن أوتي شيئاً من الدنيا، يعني هو حفظ القرآن، واحد شافه ثاني مغني أو شافه لاعب أو شافه مثلاً في صاحب تجارة وقال أنا ما معي إلا القرآن وذاك الدنيا معه، ورأى أن غيره أفضل منه فقد ازدرى ما حقر الله. أما إذا رأيت عالماً من العلماء أو داعيةً من الدعاة أفضل منك لما عنده من العلم أو ما عنده من التوفيق والدعوة، فهذا لا يسميه، لأن انظر إلى من هو أعلى منك في الدين، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لأنك إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في الدنيا فقد ازدريت وحقرت نعمة الله عز وجل. تقول السائلة أنا امرأة مسلمة، في بعض الأيام لا أصلي التهجد بسبب ابنتي الصغيرة، وفي بعض الأيام أكون مريضة، فهل علي إثم؟ لا، ينبغي لك أيتها المرأة المؤمنة أن تداومين على قيام الليل والتهجد إذا كنت ممن يسر الله لهم قيام الليل. ولكن إذا حصل عذر شرعي بأن كنت مريضة أو كانت عندك ابنة صغيرة أقلقتك وأزعجتك ولم تريحك في النوم حتى فات الوقت وغلبك النوم، فلا شيء عليك، لأنه يعني خارج عن الإرادة وهذه ليست فريضة، ولكن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنا شاب أردت أن أخطب ابنة عمتي، ولكن وجدت أن أخي رضع من مع أخيها من أمها، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ والدتي لا تدري كم عدد الرضاعات التي رضعها أخي وأخيها. إذا رضع أخيك من أم هذه البنت أصبح ابنا لها وأخاً لكل أولادها ومنهم هذه البنت، أما أنت فإنك إذا لم ترضع أنت من هذه المرأة ولم ترضع بنت عمك من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوج بها، لأن الرضاع لا يلحق إلا بالراضع ولا ينتشر إلى غيره. أما عدد الرضاعات فينبغي التأكد عنه، لأنه لا يحرم من الرضاع إلا 5 رضاعات. يقول لي أخت من الرضاعة رضعت معي مدة طويلة، فهل أنا محرم لها؟ وهل يجوز لي أن تكشف وجهها علي؟ وهل توبتي مقبولة من المعاصي التي كنت أعملها؟ واليوم والحمد لله تبت إلى الله. أولاً بالنسبة لأختك التي رضعت معك من أمك مدة طويلة فهي أصبحت أختك ويجوز لك أن تكشف عليها وأنت في حكم المحرم لها، خلاص ما يحتاج، يحرم من الرضيع ما يحرم من النسب. والمعاصي التي كنت قد زاولتها وتبت إلى الله منها نسأل الله أن يتوب عليك، ولكن المشكلة في المستقبل، عليك أن تداوم وأن تتوب وأن تستمر في التوبة إن شاء الله. كثير من الناس يستخدمون صبغات للشعر في الرؤوس والأذقان، منها الأسود ومنها البني ومنها الأحمر، ما حكم استعمال هذه الصبغات؟ حكم استعمال هذه الصبغات إذا كانت سوداء الحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، وفي حديث في سنن في مسند في سنن أبي داود عن ابن عباس وصححه الباني في صحيح الجامع الذي ذكره السيوطي قال يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون ريح الجنة. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تصبغ بالسواد، وإنما إذا كانت لك لحية بيضاء فإنه يسن لك أن تصبغها بالحناء، وهو شيء يجعل اللحية حمراء، والكتم وهو مادة تضفي عليها لون البني فتصبح لحيتك ليست حمراء وإنما داكنة ضاربة إلى السواد، فيعطيها جمال ويعطيها منظر، وهذا من أحسن ما يمكن. ليش؟ لأنك تبين للناس جلالك وجمالك وهيبتك. لكن إذا غالطت نفسك
وصبغت وجهك وسودت وجهك بالسواد هذا، فإنك تغالط الناس، وبالتالي إذا رأوك أنك تعي أنت لا تصبغها ويتطلع. يقول نصبغ أعلاها فيبيض أصلها فلا خير في فرع يخالفه الأصل. أي نعم، ما ينفع، ولو صبغتها طلعت بيضة من تحت، فمن تضحك عليها؟ علم على نفسك تقول أنك بعد شاب، أنت عرف بنفسك. بعضهم يقول علشان المرأة، لا تقول لي شاب، المرأة ما تفكر في لحيتك. أي نعم، اللحية شيء ثانوي، إذا أنك رجال فأنت رجال بدون تصبغ الشعر. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية والرشوة في الحكم الشرعي واحد، لكن في الشكل شيء ثاني. المضمون رشوة والشكل هدية، يعني إذا كان مدير أو مسؤول أو يعني في أي عمل وظيفي يقدم له شيء ممن له مصلحة عنده علشان يمشي المعاملة. لو جابها فلوس ما قبلها، لكن حطها ربعية عسل، ولا تنك التمر علشان رمضان كريم، ولا خروف قال والله أنا أبنى لك واحد من الخرفان، أن الحوش مليان نبغاها في الثلاجة، لكن ليش؟ علشان المعاملة ذيك. من يوم يجي في اليوم الثاني السلام عليكم أهلا تفضل حياك الله يا ولد، هذه المعاملة ليش؟ الثلاجة مليانة. هذه إيش هي؟ هل قسمت على الناس كلهم خرفان؟ هل أعطيتهم كلهم سمن وعسل وأعطيتهم كلهم تمر؟ لا، أعطيت هذا لعمله. ولهذا هدايا المسؤولين والعمال والمدراء والموظفين غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والحديث صحيح، حديث عبد الله بن لتبية لما ذهب إلى الصدقة ورجع قد معه شملة، أهدوا له شملة، قال هذا لبيت مال المسلمين وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى لكأنه يفقع بوجهه حب الرمان، ثم قام وقال ما بال أقوام نستعملهم على الزكاة فيعودون ويقولون هذا لنا وهذا لبيت مال المسلمين، أفلا قعدوا في بيوت أمهاتهم أكان يأتيهم شيء؟ لا، لو أنك من في الوظيفة هذه هل تأتيك الهدية؟ إن كنت تتهادى مع رجل قبل الوظيفة وبعد الوظيفة فلا بأس، كأن يكون بينك رحم، أو بينك وبينه جيرة، أو بينك وبينه أخوة وصداقة، والوظيفة لا تدخل ولا تندر ولا له معاملة عندك، وإنما المحبة في الله، فتهدي له ويهدي لك. هذه من أعظم القربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. الهدية تجلب المحبة، لكن الهدية التي لوجه الدنيا هذه رشوة، وإن لبست ثوب الهدية. سيتوقف هذا الدرس إن شاء الله حتى بعد العيد، وسوف يعلن عنه بعد العيد بحسب الظروف، وأسأل الله